مساء الخير دكتور توما. مساء النور شباب. بحلقتنا اليوم ما بدنا نحكي عن حب الشباب، بدنا نحكي عن الاثار اللي بيخليه حب الشباب وكيف فينا نعالج هالسيكاتريس اللي بينتركوا على الوش. السيكاتريس من حب الشباب في بال هن عدة أنواع. في ناس بيجوا لعندنا عندهم سيكاتريس بيكون عندهم بس اثار حمراء من وراء الحبه خاصه اذا الشخص لعب فيها او على اثر النوم على طول، او اذا حتى ايدهم كثير على وجههم هالحبه بتروح بس بتترك محل علامه حمراء. بس هون كمان دكتور قبل ما نكمل، في كمان نوعيه جلد بتخلي اثار اكثر من غيرها. طبعا في ناس جلدتهم ما بتلحم اذا بدك او ما بتصح مزبوط بعد اي سكراتش او اما حبه، خاصة إذا لعبوا فيها. في ناس بيلعبوا بحبوبهم ما بيخلوا أثر، في ناس بتخلي جورها دغري محلها. دونك حسب نوع الأثر في عنا يا إما بنعمل جراحة أو بنعمل ليزر أو الكومبينيشن أوف اثنين. يعني مثل ما قلنا يعني يا بتكون محمرة شوي أو بتكون بنشوف مثل في جورة صغيرة بالوجه بلا إحمرار. إذا في بس إحمرار هيدا عادة بيروح مع الوقت. أوقات خاصة إذا الناس عندهم إكزيما أو حساسية بجسمهم هالإحمرار بيضل لسنة أو سنة ونص، وفينا نعجل بزوال هالاحمرار مع ليزر. الليزر بيكون شغلته يخفف من الدم او الانفلاميشن اللي تحت الجلد. في انواع ندبات ثانيه هي جور، وحسب نوع الجور كمان يا اما بنعمل جراحه صغيره تحت الجلده لنرفع الجوره، خاصه اذا الجوره مثل وادي صغير بالجلده، او اوقات بنعبيها ماده خارجيه تنرفعها. لما بتقول جراحه دكتور يعني كيف بتعمله؟ بالابره عاده من تحت الجلده، اما يعني مثل مانيبيوليشن علاج صغير من تحت الجلده تنرفع وتصير ساويه مع سطح الجلد. اوقات اذا السيكاتريس او السكار كثير مبينه واضحه ومثل جوره مثل بير بالجلده، هي افضل تنشق وتتقطع يرجع ينعمل ليزر من فوق. طب هذا كله ما بيخلي كمان اثار على الجلد؟ اكيد اذا انشق بده يكون في شق، بس عاده الشق بيكون كثير اقل وضوحه من السيكاتريس اللي هي كانت. طيب انت بتقرروا تعملوا علاج؟ هل لازم تنطروا للشاب او البنت يعني يكونوا خلصوا العلاج للحب الشباب؟ اكيد طالما اذا رجعوا طلعوا بالحبوب وانت عامل هالعمليات او معبى الجوار شو ممكن يصير؟ هلا عاده اذا بعد في حبوب عم تطلع لازم نروق الوجه، اما بالانتيبيوتيك اما بالادويه اللي لازم. ومتى ما رق الوجه صار فينا ساعتها نعالج الحبوب، بس اوقات بنبلش العلاج حتى نروق الوجه. يعني في انواع ليزر مثل ما قلت لك فيها تطفي شوي الاكني، فيها تساعد لانه بيكون عندهم اسي مثل الانتيبيوتيك او عندهم اسي انتي انفلاماتوري بخففوا من الالتهابات اللي بتصير كثير بالاكني. واكثر شيء بيطلع الاثر على الوجه اكثر من الكتاف والظهر مثلا. الوجه هو اكثر شيء لانه عاده الناس تلعب بوجهها كثير. الظهر كمان بيخلي اثار لانه على كثره النوم على الظهر هالانفلاميشن بتصير تزيد وبتترك محلات. نحن دكتور بحلقه سابقه حكينا عن البيلينج انه ممكن يكون علاج لاثار حب الشباب، شو الفرق بين البيلينج والتقنيات اللي عم بتقلنا عنها؟ التقنيات الجديده بتخلينا نقدر نغمق اكثر بجلدي، يعني اذا بدنا نجرب نسطح جوره غميقه فينا نغمق اكثر بجلدي على الليزر، وهون بدنا نشوف شويه حالات. هون مثلا علاج يعني البقعه الحمراء سوري مثل ما قلنا هو بيروحوا لوحدهم، بس على الليزر فينا نروح سوائلهم بشكل كثير اسرع. وقت الجوار صارت مبينه بنعمل اما ابر صغيره تحت الجلده لنرفع الجلده ونسطحها مثل ما مبين هون بعتقد واضح، او بنعمل هالعمليات الصغيره اللي هي تنعمل ببنج موضعي خفيف وبنعمل معها ليزر كمان حتى نحسن البشره مثل ما شايفين هون. دونك صار في تقنيات كثير مهمه وصار في عمليات صغيره هالناس فيهم كثير يتحسنوا بشكل هلا ما بيروح كليا ما بيرجع جلدتهم بضلوا، بس اكيد يعني احسن من اثر حب الشباب، يعني بضل النتيجه احسن طبعا على الوش. طبعا ميرسي كثير دكتور توما. اهل طفل المريض موضوع